غناية وحكاية. عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من غنية وحكاية. اليوم اخترت لكم غنية مغني تونسي محبوب الجماهير في تونس نجم نقولوا عليه، وحكايته مع مسقط رأسه غنية نحبوها ومازلنا نسمعوا فيها جوسكا أجوردوي، اللي هي ريحة البلاد يابا وردو ياسمين يابا يابا. لكن مدول خلينا نعرفه بالمغني اللي غنيها، اللي هو سي محمد الجموسي، وهو فنان وملحن تونسي تولد 12 جويلية 1910 وتوفى 3 جان في 1982 في مدينة صفاقس. سي محمد الجموسي تعرف بحبه الكبير البورقيبة، والحب هذايا كان غيسيبخوك. وكان نرجع شوية في التاريخ نلقاو اعجاب كبير، موثق ابدي روبورتاج وحفلات من عند سي الحبيب بورقيبة لو كومباتون سوبريم، وكان الرئيس السابق في اعياد ميلاده ديما يستدعى سي الجموسي في القصر باش يغني له، وكان ايضا يستدعاه في القعدات مع رؤساء البلدان من العالم اجمع، ويقدم لهم سي الجموسي على انه فنان تونس الكبير والمحبوب. كان محمد الجموسي ولد فلاح، ويقال انه عائلته في صفاقس كانت ضد الفن والغناء بصفة عامة، وحب ولدهم يكمل في خدمة الجديد اللي هي الفلاحة. ولكن سي محمد الجموسي شد صحيح في حلمته وبعد على صفاقس وعلى تونس الكل، والهوني يجي سر حكاية اغنيتنا اليوم. خلينا ملول نسمعه اكستري. على الوقت ما كانوش فما دي ميزون دو ديسك في تونس، وكان محمد الجموسي يهبط خصيصا الباريز هو وبرشا من الفنانين التوينسا. وفي مرة مشي محمد الجموسي لفرنسا بدون عودة، خلى دبشو وعوده واللي عطاه ربي الكل عند صحابه اللي كانوا مروحين اتخافير مارسي، وقعد هو في باريز 1936 على امل انه يكتب ويلحن ويسجل في باريز ويرجع لتونس بعد ما يكمل. لكن جات الحرب العالمية الثانية وحلس الجموسي في باريس وما عادش نجم يروح لتونس، فتغرب من غير إرادته. ومن هون جات كلمات ريحة البلاد يابا، كتب سي الجموسي الغنية هذية في الغربة ولحنها بعد الحرب بطلب من عند سي الحبيب بورقيبة. كما نعرفوا سي الحبيب بورقيبة كان موجه فكره الكل في تأسيس الدولة التونسية، فطلب من الجموسي غنية تحكي على الغربة ومررتها وتكون كابابل انها تمس التونسي، فيكو كان وقتها فما برشا توينسا مشاو يقراو. حب بورقيبة اتخافير الغنية هذية انه يحير لانوستالجي ولو سنتيمون دابارتونونس امتاع توينسا لبلادهم، على امل انهم يعاودوا حساباتهم ويرجعوا يعاونوا بورقيبة في بناء تونس. فكمل سي الجموسي كتابة ريحة البلاد يابا، وين يقول ريحة البلاد ملطفها ما نشبع بها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم، ورجع اليوم رشفها من بعد غيام بسنين، سلم لي على الدار وتراب بليدي الغالي، وجيب لي الأخبار أهلي وناسي وعيالي، امتى نرجع للدار وتغيب دموع العين. نخليكم مع أحلى غنية سي محمد الجموسي، وهذه كانت فقرة غنية وحكاية بالنسبة لليوم. غنية وحكاية.